أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤول نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مباراة الإياب اللي هتكون يوم السبت المقبل الساعة 7 مساء. بيتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا حكم ساحة وبيعاونه كل من كواسي بروبي مساعد أول ورولاند نيادي مساعد ثاني بالإضافة إلى شارلس بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الحكم الليبي عمر جمعة عبد الصادق، في حين يراقب المباراة الزامبي ستانلي هاشيواوا. واختار الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي خلال هذا اللقاء. نروح لخبر تاني يخص فريقنا، شهدت التدريبات الجماعية النهاردة في لفريقنا مشاركة الرباعي عمر جابر، محمود علاء، نبيل عماد دونجا، حمزة المسلوسي استعداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي. غاب عمر جابر ودونجا وحمزة المسلوسي عن مواجهة المقاولين العرب بالأمس، ده كان وفقا لقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عشان يبقوا جاهزين بشكل أكبر لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف بسبب الطرد في المباراة الأولى أمام بيرنز. شارك الرباعي في الفقرات المختلفة بمران اليوم سواء الجزء التأهيلي والبدني الخاص بالحصة الخططية والتقسيمة الفنية، شاركوا فيها برضو بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة. تدريبات استشفائية للعيبة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة المقاولين العرب. أدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب عمليات الاستشفاء ضمن برنامج موضوع ليهم من قبل الجهاز الفني بقيادة أوسوريو، وحصل حرص على رجب مخطط الأحمال بالفريق اللي قاد هذه الفقرة على منح اللاعبين تعليمات خاصة من أجل تجهيزهم بشكل أمثل للمباراة المقبلة. ركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على رفع المعدل البدني ليهم من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة، الجري حوالين الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك. آخر أخبارنا من الفريق، أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش الميران، وده بيجي وفقا للبرنامج التدريب الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة أوسوريو لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. عبد الله جمعة قام بالجري حوالين الملعب بجانب خوض تدريبات تأهيلية أخرى وبعدها استكمل التدريبات داخل الجيم. سلامات لعبد الله إن شاء الله بإذن الله. كل اللعيبة هيفرق جدا معانا وجود كل اللاعبين عشان أوسوريو يبقى عنده كل الأدوات والأسلحة اللي يقدر يتعامل بيها في كل المباريات المقبلة.